السلام عليكم ورحمة الله. اليوم هو الدرس الثاني للدورة اليوتيوب أو دورة للاحتراف في اليوتيوب والربح من اليوتيوب. الدورة الأولى سوف تجدها طبعا في الوصف. المهم سوف أضع لكم يعني قسم خاص بهذه الدورات جميعا في الوصف في الأسفل. المهم عليه إذا لم تلاحظ أو تشاهد الدورة الأولى فهي في الوصف. الآن سوف نتعلم شيء مهم جدا. عندما تقوم بإنشاء قناة كما شرحنا لكم في الأول والأمور جيدة والحمد لله، ترغب في نشر الفيديو فهذا غلط. لا تنشر الفيديو حتى تقوم بعمل يعني شعار للقناة وأيضا يعني غلاف خاص بهذه القناة، وهذا ما سوف نتعلم في هذه الدورة. طبعا قبل أن نشرح لكم هذا الأمر، إذا كان أول مرة تشاهد قناة هشام هاشم لا تنسى الاشتراك والضغط على الجرس وأيضا ترك تعليقا، بارك الله فيك. سوف نبدأ مباشرة. عندما تقوم بإنشاء قناتك الخاصة تظهر بهذا الشكل، يعني استوديو الجديد، فهنا لا تعرف ما يجب عليك فعله. فالأمر بسيط جدا، سوف تختار المكان الخاص بالشعار الخاص بك، ثم بعد ذلك سوف تختار قناتك أو قناتك، ومهم على أي، سوف تختارها بهذا الشكل. ثم بعد ذلك هنا تريد أن تبحث عن كيفية إضافة شعار وغلاف القناة الخاصة بك، فهنا سوف تختار تخصيص القناة، فبعدها سوف ينقلك إلى الشكل الخاص بالتعديل الغلاف إلى آخره. المهم على أي، فأول شيء طبعا سوف نختار صورة أو شعار للقناة. من أين سوف أتي بهذه الصور؟ إما أن أستعمل الصورة الخاصة بي أو أستعمل الصور التي أتي بها من المواقع المجانية، مثلا مثل هذا الموقع الخاص بكل ما هو PNG، يعني صور لا تظهر فيها الخلفيات، يمكنك تحميل ما تريد. مثلا هنا وضعت دوغ وخرج لي أو ظهر لي الكلاب وهناك عدد كبير جدا، أو أقول على كات مثلا كات بهذا الشكل، بعد ذلك سوف يظهر لي العديد من الصور وكلها مجانية يمكنك استعمالها. كذلك في هذا الموقع يمكنك استعمال العديد من مثلا كارس، يعني خاص بالسيارات. سوف اختار نوع من الصورة، اي صورة ما اريد. مثلا سوف اختار مثلا هذه الصورة، اي صورة مثلا هذه الصورة، مثلا انا اعجبتني هذه الصورة، سوف انقر على تيليشارجمو. سوف اختار لها قياس يكون صغير بهذا الشكل، ثم سوف يقوم بتحميلها. تمام، أنا سوف أقوم بوضعها في سطح المكتب بهذا الشكل وسوف أرى كيف يتم يعني القياس المطلوب. سوف أختار هذا المكان الخاص بالقلم، لاحظ معي جيدا، ثم سوف تعديل طبعا من طرف جوجل، ثم سوف أختار تحميل الصورة. سوف أختار هذه الصورة وسوف تأتي، سوف يعني أقوم بتعديلها هنا أو تعديلها في برنامج التصوير. بهذا الشكل أريد أنا مثلا. تمام، سوف أقوم بعملية ثم بهذا الشكل. تمام، الآن أصبحت لدي صورة خاصة بالقناة. طبعا يا إما أن تظهر مباشرة أو بعد مرور يوم أو يومين، مهم على أين سوف تظهر، مهم على أين هي ظهرت مباشرة. كما تلاحظون يعني مسألة بسيطة جدا. المسألة الثانية وهي الغلاف، يعني دابا حنا الغلاف الخاص بهذه القناة. طبعا الروابط الخاصة بمواقع سوف تجدها في رابط، سوف أضع لكم الموضوع في الوصف. هنا سوف أقوم بإضافة غلاف مناسب، فهنا يجب علي إضافة غلاف مناسب. أنا وفرت لك عمل، يعني أنا سوف أقدم لك غلاف مناسب، إلا أنت يجب عليك التعديل عليه. أنا سوف أشرح لكم كيفية التعديل عليه وأتمنى أن لا أطيل عليكم. فهنا سوف استعمل هذا البرنامج او اي برنامج فوتوشوب او فوتوسكاب او اي برنامج. انا استعمل برنامج فوتوسكاب مجاني ورائع، كما يمكنك استعمال برنامج فوتوسكاب اكس اذا كان لديك ويندوز 10. المهم علينا، هذا للاشخاص الذين يرغبون في العمل. هذه هي الصورة او الغلاف الخاص بالقناة الخاص بك. يعني ماذا سوف اقوم بفعله؟ سوف أقوم بكتابة أشياء في هذا المكان أو أي شيء. أنا طبعا عندي عديد من الأشياء، سوف أنقر على فوتو. طبعا أنت قمت بتحميلها في، شوف، قمت بتحميلها في جوجل أو شيء من هذا القبيل، مو علينا، نحن فقط سوف نقوم بتجربة صغيرة جدا. سوف أختار هذه الصورة، طبعا لا ليست هذه الصورة، لابد أن تكون PNG،
من هذا الموقع يعني بي ان جي تكون لا توجد بها خلفيه، وسوف اضع لكم فيديو في الوصف كيفيه نزع الخلفيات. مثلا سوف اختار مثلا هذه الصوره مثلا بهذا الشكل كما تلاحظون، بهذا الشكل جيد، او اضعها في الوسط لتظهر لدى الاخرين. ثم هنا سوف اضع مثلا اي شيء تريد، يعني اليوتيوب، الفيسبوك، لك كامل الاختيارات، يعني فقط تبحث عنها او تضيفها عادي لا مشكلة. شوف انا كيف سوف اقوم في عملها، مسألة بسيطة جدا كما تلاحظون. سوف اقوم باضافة واحدة اخرى فقط، المهم على اين، فقط بعض البروتوكولات. طيب بهذا الشكل تمام. فهنا يمكنني ايضا كتابة شيء، مثلا سوف اكتب مثلا لاغوجي، مثلا لاغوجي هشام قناة خاصة بي. سوف أقوم بتصغير هذه الصورة بهذا الشكل مع العين لتظهر في، لأنه في الوسط يكون أفضل. لماذا؟ لتظهر في الهاتف لدى أي شخص، عندما يدخل الهاتف يرى الصورة معدلة بهذا الشكل. تمام، هذا الشكل مثلا، المهم على العين سوف أقوم بحذفها أنا فقط، جمال أغوجي بهذا الشكل. يمكنني تغيير الألوان وتغيير ما أريد، إضافة أشياء أخرى، يمكنك التصرف كيفما تريد. تمام بهذا الشكل نغوجي جمال بهذا الشكل. ثم أضيف تكون كبيرة. المهم شرح هذا البرنامج سوف تجده كذلك في الوصف، كن على يقين. المهم على أن فقط أقوم بتقديم لك بعض الأمور للمبتدئين بهذا الشكل. المهم على أين أنا الآن عدت صورة كاملة. جيد، سوف أقوم بعملية حفظ سطح المكتب. هي سطح المكتب، طبعا هو سوف يعطيك العديد من الاماكن، تختار البيرو يعني المكتب، حفظ المجلد. فهنا سوف ادخل القناه، اختار اضافه الصوره بهذا الشكل، ثم ها هي سوف انتظر حتى يتم رفعها. كما تلاحظون كيف تظهر في الهاتف، كيف تظهر في سطح المكتب تحديد. والان اصبح لدي غلاف، واصبح لدي شعار القناه، وهذا ما نحتاجه هذا اليوم حتى الدرس الماجي إن شاء الله الذي سوف يكون غدا في الساعة 9:30 إن شاء الله مساء. ونتمنى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.